تخيل بقى هيلعب مع طارق حامد واحمد حجازي. عايز اقول لكم، وتخيل بقى طارق حامد يلعب على كريستيانو رونالدو، متخيلين يعني ماتش الاتحاد مع النصر السعودي يعملوا ايه مع بعض؟ نادي الهلال السعودي كمان يجري مفاوضات مع نجم من الطراز الاول، ايضا من اشهر لاعبين في العالم. انتوا متخيلين الدوري السعودي ممكن يبقى شكله ايه؟ متخيلين طبعا. ما دي فلوس، دي فلوس، دي فلوس، فلوس، استثمار في الرياضه، استثمار. تخيل بقى الدوري السعودي في ميسي، في رونالدو، وفي نجم ثالث كمان بس ما قالوليش على اسمه، بس قالوا لي من نجوم الصف الاول اللي هو زي ميسي وزي رونالدو كده. انت متخيلين؟ هو ده، هو ده الدوري السعودي هيتحول لكده، حاجه يعني فوق خيال يعني. كل شيء وارد، فلوس، طالما في فلوس تقدر تعمل اللي انت عايزه، تقدر تجيب اللي انت عايزه. رونالدو قال لهم انا كنت حابب اجرب المنطقه العربيه، حابب اجرب الدوري السعودي، حابب العب في هذا المكان وهذه المنطقه، حابب العب الحكايه دي، اجرب. هو لعب في كل حاجه، وبالتالي النهارده رونالدو قدامه سنتين ثلاثه مثلا، وبالتالي قال لك يتم كمان من جزء حسب، بس ده لم يتم الاعلان عنه الرسمي، هيكون سفير لملف ترويج لكاس العالم 2030 مصر والمملكه العربيه السعوديه واليونان. ده جزء تاني من العقد اللي خاص مع رونالدو. رونالدو اتفضلي. طيب انا حسبت كده لرونالدو حضرتك بتقول، فانا شايفه ان هو عنده بالفعل في سنه 2023، احنا لسه قايلين انهم عندهم الدلو تحرر من زحل، لكن كمان رقمه بيقول انه عنده مكانه افضل، ممكن تكون المكانه دي حتى ماديا افضل، وعنده نجاحات ان شاء الله هايله يعني. يعني عنده حظوظ مع نادي النصر جدا جدا، وخصوصا من اول 7/3، من اول 7/3 3 هتبدا من مارس، هتبدا حظوظه مع نادي النصر تطلع نعم. وبس يعني اشوف ان هو فعلا عنده تغيير ايجابي، نقله لمكانه اخرى احسن، وهيغير اسلوبه، هيغير مكانه. هيتجوز جورجينا ولا لا؟ مش باين. نعم، صديقته جورجينا. بس هما الدلو الحقيقه بيحبوا الحريه، مش بيحب الحريه، ما يحبش القيود. طب ايه يعني المشكله؟ ما يتجوزها ويبقى عنده حريه يعني. ما هي لو هي ذكيه جدا، هي جورجينا. طبعا لان زكية. هي فاهمه كويس قوي ان هو لسه جايبه له رولز رويس اول امبارح، هي عارفه انه محب للحريه جدا، فهي يعني هديه. شفت انا فهي عارفه موضوع الرولز رويس. رولز رويس. فيعني فمحترمه حبه للحريه، بتحب الحريه. هي نعم. محترمه ده. ويعني بس والله ممكن يكون في تغيير ايجابي حتى في حالته الاجتماعيه يعني، ممكن. لانه في تغيير. هي عموما سنه 2023 معاه بالنسبه لرونالدو تغيير في كل حاجه يعني، تغيير في مكان الاقامه، تغيير في اما خلص يقعد في العاصمه السعوديه الرياض. بالظبط، جايبين له اسطول عربيات، وجايبين له فريق يعني مجموعة أمن أو فرقة أمن لتأمينه، مدينه قصر، قصر، وعاملين في القصر ده في المنطقة اللي مقيم فيها، فيها مول تجاري، ده مول مخصص ليه، عنده شركة أمن خاصة بيه، عنده ملاعب خاصة بيه، عنده حمام سباحة خاصة بيه، عنده ملاعب تنس خاصة بيه، عنده ملاعب بولينج خاصة بيه، عنده كل حاجة خاصة بيه، عاملين له يعني عارفة لبن العصفور كده اللي طلبه اتعمل له يعني.